يا فريد والله خلص رح توقفنا ورح تحبسنا. انا ما عم بقدر اتحمل، اضمني مهضوم وصايع بس. لك قطع لي اياها على خير بقى. طيب يلا ما نوقفه خلص، ما في مجال يعني. وقفنا؟ ايه ما وقفك. طب ما كنت قاعد مرتاح تجي بدك توقفنا؟ لا يعني بدي اوصلك شيء. ايه صار. انتوا ما فرق 16؟ هي فرق 16 شو جيب لجيب؟ هولي هولي قوى امن، فرق 16 كانت قديمه. ايه اهلين اهلين. اهلين اهلين. شو بدك تسوي يعني هلا؟ مضطرين نحجز. يمكن ما طلعي محلات يا لطيف. عم بينكت طالع لأبوه مهضوم. ايه فرخ البط عباس. لك عوام عباس. عباس عباس. نعم. انا بدي اخلص من كل القصة. نعم. اطلب لي ديك المي وضحكي معه. شو بدك انت عارف مين ابويا؟ مين؟ ابويا ديك المي الرئيس. تشرفنا. شو يعني وزر؟ ما تعمل له هيك. شو بدك فيه لابوك هلا؟ والله ابوي خليه يحكي مع شفيق الوزان هلا. ايه؟ يا حبيبي شو عم تجيب انت؟ شفيق الوزان العمر الك بعدك بشفيق الوزان؟ خلص عرفت لمين بدنا نحكي. لمين؟ هيدا الدنيا لانه هون هيك كله انت ما بتفهموا غير بالواسطه. ابوي يعني قصه كبيره ابوي. خلي ابوي يدق للعميد. ايوه هلا هلا العميد. العميد العميد بده يحلها. انت قد العميد؟ يا عميد العميد ريمون قد ايه؟ يا لطيف يا لطيف بعده عم يروح رجوع. روح شوي روح شوي ما تخرب لي اياها هلا يا عسكري. روح يلا خدها على الجيب خدها على الجيب. سيدنا ما فينا هيك هيك نمشي الامور يا سيدنا. يا فريد. ها يا فريد اخدينك. لك اخدينك لوين؟ اخدينا يلا على المخفر. لوين اخدينك؟ اخدينك يحمموك. شو لوين اخدينك؟ اخدينك على الحبس. بالحبس؟ ايه. ليش بدي اروح على الحبس عباس؟ لانك عملت اللي ما بينعمل. معك خبر؟ انا ما سويت شيء ما خصني انا. طيب هلا شو فينا نعمل؟ بدي الحق عليك انت. انا الحق علي؟ ما قلت لك انا صوب الاول وطلعني من شو اسمه. لك شو دخلني انا؟